اليوم جينا في هذا اللقاء التحسيسي بمناسبة اليوم العالمي للصحة اللي كيصادف 7 أبريل من كل سنة. وهاد السنة هذه تحت شعار صحتي حقي نظمت جمعية الأمل للتنمية المستدامة بوادي لو لفائدة مستفيدات دار الأمومة اللواتي أنجبنا بها أو اللواتي استفدنا من الحملات التحسيسية لقاء تحسيسيا حول صحة الأم والطفل. كيف ما كتعرفوا هاد البناية الطبية الاجتماعية التي تعزز بها الصرح الطبي بوادي لو جاءت في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كتكون من 6 ديال الغرف، كل غرفة فيها 2 ديال الأسرة إلى جانب قاعة ديال التكوين اللي كنقوموا بها في حملات تحسيسية لتوعية المرأة الحامل حول التلقيح والتغذية السليمة والرضاعة الطبيعية، بالإضافة قاعة ديال الفحص الطبي. هذه القاعة اللي احنا كنستخدموها بتنسيق مع دار الولادة ملي كتكون المرأة في الحاجة أنها تكشف عليها الطبيبة. بهذه المناسبة ديال اليوم العالمي للصحة، نضم المركز الصحي بشراكة مع جمعية الأمل بواد لو اليوم التحسيسي حول صحة الأم والطفل. كانت المنطقة محتاجة نحضر الأمومة اللي الهدف ديالها هو استقبال النساء الحوامل قبل الولادة وبعد الولادة. الخدمات اللي كتقدمها دار الأمومة مجانية بما فيها الإيواء والتغذية. هاد اللقاءات التحسيسية اللي كنقوموا بها في الحقيقة هو برنامج سنوي كتقوم به جمعية الأمل التنمية المستدامة، حملة تحسيسية في وسط دار الأمومة وخارج دار الأمومة، أي في المناطق القروية وخاصة في الجماعات اللي كتستهدفها دار الأمومة اللي هي واد لاو، بني سعيد، زاوية سيدي قاسم، وولاد علي منصور. هذه الجماعات هذه حنا كنقوموا بحملات تعريفية بدار الأمومة وبالخدمات اللي كتقدمها. في النهاية كنشكر القيمين على إنجاز هذا المشروع الطبي الصحي الاجتماعي وخاصة عمالة إقليم تطوان، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، القسم العمل الاجتماعي بتنسيق تام مع دار الولادة اللي كتمثل مندوبية الصحة بتطوان، وأخيرا الشكر موصول للطاقم الصحفي اللي حضر معنا من أجل تغطية هذا اللقاء. كن دائما على اطلاع بآخر الأخبار والتطورات عبر جريدة بريس تطوان.